ورجعنا تاني وسط باحة مختلفة، أفكار بره الصندوق، وصفات وابتكارات وافتكاسات من ناس مختصين في الأكل والشرب. أنا الحقيقة إحنا في العادة بنطلع الطبق وبيدوقوا بيقولوا لنا رأيهم، إحنا ما لحقناش خالص يعني. أنا مسكت آخر حتة في البيت بصعوبة اتنسفت يعني. كريم برضه اللي خلصها؟ لا الحقيقة أول مرة أنت ما يعني براءة؟ كل الناس مشتركة في جريمة، اللي قدام الكاميرا واللي بره الكاميرا. بواقي المرحوم. مين اللي هيدوق يا حرام؟ دوقنا بما في كريم. معلش يا كريم. علشان برضه يبقى فيه مصداقية. أيوه. انا خدت بايت فيها السبانخ والبيض والجبنه تحفه يعني. تسلم ايدك يا باشا، بعتلنا عليها بقى. معانا دلوقتي اسماء، زي ما حبينا ان احنا نوضح مين الاستاذ مجدي، انا عايزه بقى اوضح مين مدام اسماء. اسماء مامي، عندها خمس ما شاء الله خمس اطفال، وصوتها ما بيطلعش. هاديه وجميله وما بتزعقش للولاد ولا بتضربهم، وجميله وهاديه. انا جايباها عشان اعرف انت بتاخدي مسكن اسمه ايه؟ لا وكم حبايه في اليوم؟ ما باخدش اي حاجه، زي ما انا هاديه ولادي هاديين، لان طبعا الطفل بيبقى متنرفز وصوته عالي لامه او لابوه او يعني للبيئه المحيطه بيه، لكن طول ما الام هاديه بتاخد كل حاجه بصدر رحب، الطفل اوريدي بيبقى هادي، ما عندوش اي انفعالات، ما بيبقاش هايبر اكتف، بيسمع الكلام من اول مره. فالحمد لله رب العالمين الولاد عندي هاديين جدا. احنا عارفين ان انت لما الام تبقى هاديه الطفل هيبقى هادي وصوته مش هيطلع، بس اكيد بيعملوا مصايب يعني. انت ازاي بتبقي هاديه؟ ما هي ده السؤال يعني. لا انا دي طبيعه انسان يعني. انا باخد حاجه يعني، انا اوريدي هاديه يعني، ما بعملش يعني، مش مهيبره نفسي على طول على اي موقف بعمله بديله اكبر من حجمه. لا يعني مثلا ممكن الطفل يبقى عامل من وجهه نظر رشا مصيبه، انا ممكن دي تخش عليا بضحكه اكتر من ان انا اتنرفز او اتعصب يعني. ف اللهم ارزقنا هذا الاوبشن. معلش بعد اذنك اسمع، لو سمحتي ادينا كورس. لا تحت امرك. لو سمحتي كورس تلزموه اوصل يعني وكده. طيب اسمع، النهارده عامله لنا التوست، عامله بيه عجب العجاب. عامل لكم اشكال والوان بالتوست غير ساندويتش التوست اللي احنا بنعمله عادي ده، هي التوست عامله بيه العاب كتير قوي. بما ان طبعا عندي خمس اطفال، فكل طفل بيحب حاجه معينه. تمام. عشان اقف اعمل لكل طفل كل حاجه، لا هعمل عجن ولا هعجن ولا اي حاجه، فلقيت ان التوست ده اسهل حاجه واقرب حاجه ان انا اعمل بيها كل حاجه. تمام. بمعنى ان انا مش مجرد توست احط فيه ساندوتش جبنه وخلاص، لا انا بالتوست بعمل بيه كل حاجه. يعني احنا مثلا بالتوست هنعمل ثلاث حاجات مقليين، وهنعمل حاجتين بيخشوا الفرن. هنعمل حاجات بسيطه جدا جدا. يعني انا ممكن اقول لاسماء ملكه التوست. بالظبط، انا بعمل الحلو والحادق من التوست. يعني الحلو من الحادق، الحلو والحادق من التوست. يعني ممكن كمان ولادي يقولوا لي طب احنا عايزين ناكل وافل يا ماما، اعمل لهم وافل بالتوست. بالتوست برضه احطه في المكنه بتاعه الوافل، بعد ما اشيل الاحرف بتاعته واضغطها جامد بتطلع، بحط عليها عسل، بحط عليها فراوله، بحط عليها شوكليت، بتبقى هي بالظبط. لا والله. فانا النهارده هقدم لكم حاجه حلوه قوي. يعني انت بتعترفي على الكاميرا ان انت بتتحايلي على الاطفال؟ انا بتحايل جدا على الاطفال. طب انا هقول لك على حاجه كمان، مش بس كده، ده انا بعمل كمان من التوست حاجه زي اللي انت بتشتريها كده بره، والولاد يقول لك عايزين حاجه حلوه، تشتري حاجه مستورده كده اسمها تشيز رين كده، حاجه مدوره حلقات الجبنه. بعملها من التوست وبياكلوها، بتبقى احلى من بره كمان. دي هبتدي بيها. خلي بالك ويكفي ان انت عامله الحاجه في البيت. اولا دول انا ما برميهمش، تمام، انا بحمرهم او احطهم في الفرن بيقرمشوا، والولاد بياكلوهم مع اي صوص، اي صوص، حتى انا كمان اللي كنت. وزي ما رامين بتقول يكفي ان هي معموله في البيت. بالظبط كده. يعني مثلا انا كمان هقدم لكم النهارده حاجه، يعني مثلا مش عايزه اعمل لولاد شيبسي مثلا او اقطع شيبسي، ممكن اعمل لهم بالعيش، حاجه احسن من الدوريتوس والسمك. طيب انت هتعملي الحاجات دي حاجه حاجه، بس انا مثلا دي اول واحده اللي انا بعملها حلقات الجبنه. اوكي الحلقات الجبنه دي بتتعمل ازاي؟ انا بقى مش هلبس جوانتي عشان لا ما تلبسيش، قولي هاتي لي الجبنه بس كده. خلي رشا تناولك الجبنه متسرعه. اوكي قولي انت عايزه ايه وانا هعمل. انت ممكن تقطعي الاحرف. اوكي لحد ما انا ايه، لو عايزه حاجه من هناك بس خلي رشا تناولها. طب قولي لنا بس ايه نوعيه الجبنه دي؟ والله اي جبنه كريمي كده. كريمي بالظبط. يعني انت اصلا يعني بتعملي حاجه بقى حاجه حلوه قوي بعد ما ادوب دي، بتحطيها بس يا نرمين مجرد ان انت هتلزقي بس. اوكي تمام مش اكتر يعني. وهتروليها وتلفيها.
عشان تقفلي ال... انا ما شفتها خلصانه اصلا ما عرفتش ان هي جبنه انا فاكراها. برافو عليك يا اسماء. وبعدين هترميها في الزيت؟ لا لا انا هحطها في البيض والبقسماط. وبعد ما بتطلع بقى عندي هنا حاجه حلوه قوي يا جماعه، زي الشيتو زي اي زي النكهات بتاعه الحاجات اللي من بره، بس ده ميكس انا عاملاه. حاطه باودر جبنه اوكي تمام فرنساوي، وحاطه باودر بصل وباودر ثوم. حلو قوي. بحطه فوق الوش. عايز اسالك سؤال يعني، اشمعنى التوست؟ يعني التوست علشان هو يعني عجينه سهله ان انا اعمل بيها. وعلى فكره انا بعمل الحاجات دي برضو بالعيش اللبناني، يعني انا هوريكم حاجه بعملها بالعيش اللبناني في البصل. اوكي اوكي. انا بعمل حاجه حلوه قوي بالعيش اللبناني، بلف الرغيف نفسه واقطعه زي شرايح المكرونه بالظبط، يا اما برضو اقليه او احطه في الفرن. وبعد ما بعمل كده بطلعه واحط عليه رشه جبنه رومي او حاجه، واحسن من اي حاجه بره ممكن اكلها للولاد. بص هي 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 ده بتبقى شكلها تمام، مجرد ما اقليها انا مش قليها دلوقتي. بتنسف بتبقى شكلها كده ايام ما هتتقلي. بعد ما بتتقلي بتبقى كده خلاص، هي مجرد ما بقليها في الزيت بعد ما بطلعها. فكره جميله جدا. وبرش عليها بقى الخلطه بتاعتي تمام. مجرد ما رشيت عليها الخلطه بتاعتي بقت هي نفسها اللي بتتباع بره، واحنا بنجيبها للولاد بس فيها مواد حافظه. لا هي دي اول حاجه، دي اسمها حلقات، حلقات الجبنه بالتوست. جميله. اولا لو انت لو انا ما قلتلكيش يا نرمين ان هي بالتوست عمرك ما هتعرفي. لا طبعا كنت فاكراها سبرينج رول. وانا انا افتكرتها الاونيون رينج اللي هي حلقات البصل دي. ايه سبرينج رول؟ بقول اونيون رينج. احط جواها جبنه، ممكن احط جواها اي حاجه. مش شرط احط جواها جبنه، بس الجبنه عشان تتنيها مع بعض وتلبس. طب ايه حاجه عندي الايتم الثاني؟ ايه بقى الايتم الثاني؟ البيض ده مش عايزاها برضو؟ التوست اللي من غير احرف ولا لا؟ انا عايزاه اوكي. بس هاخدي اوكي اوكي. دي بقى حلوه قوي برضو، فكره لما حضرتك عملت السبانخ يعني افتكرت ان انا بعد كده ان شاء الله مش هحشي بس باللحمه المفرومه. عايزه ايه؟ احط سبانخ مع الرول اللي انا هعمله دلوقتي. شو ما يعرفوهاش؟ لازم تعملي لهم كده. بالظبط كده. انا دايما عامه بعملها باي حشو عندي في البيت، بجيب لحمه مفرومه متعصجه. يعني انا بعمل كل حاجه ولادي بيحبوها، مثلا ما بيحبوش البصل باين قوي. بفطر البصل او افرم البصل اعملها كده. طلبات كتير. عندي ايه طلبات كتير جدا. لا بس جميل يا اسماء. بس يعني اسماء ممكن اسالك سؤال؟ اتفضلي. هو انت ال يعني مع... نفس الطريقه برضه نحطها في البيت اوكي البقسماط ونحطها في البقسماط اوكي هتطلع. كنت بتسالي حاجه نرمين؟ انا هسالك انت بما انك امراه عامله. مريم. كل وقت منين لكل الاشياء دي؟ عايز سؤال. هو انا ينفع عليها دلوقتي ولا مش شرط؟ مش ضروري. لا مش لازم تقليها. هي هي هتبقى الشكل اللي بس نجاوب على السؤال بتاع نرمين. لا لازم تقولي لي. مشغوله في الشغل عشان كده معلش. لازم تقولي لي. انت بتشتغلي ومع ذلك بتعملي حاجات جامده جدا وحلوه قوي. بصي اولا انا سريعه جدا حتى في الاكل الطبيعي، انا ما باخدش وقت خالص خالص. انت عارفه لو انا متوتره مش هنجز اي حاجه، فبتعامل بهدوء في كل مع كل حاجه. أوكي. حتى حتى السكينه بتعامل معاها بهدوء. يعني لو انا متوتره عمري ما هنجز. لا لا قصدي يعني خمس عيال لازم تتعاملي بهدوء. قولي لي الصنف ده احنا المفروض ان هي اتقلت، اما هتتقلي هتبقى عامله كده. الصنف الثالث بقى ده مهم قوي وانا بحبه جدا ولادي بيحبوه. سوري بس بدون قطع كلامك يا فعلا انت بتشتغلي بسرعه. لان حتى حركتك هنا في المطبخ الصف الثالث والصف الرابع قبل ما الواد يصور. هي بتشتغل بسرعه بس هي يعني هو السر الهدوء. الهدوء ده اتفقنا ان احنا ما بنرميش فعلا بنستفيد منه. طب انا بعمل حاجه حلوه قوي، يعني ممكن انا ممكن اكلك زلابيه بالتوست. واو. يعني انا ممكن اقطع التوستايه مكعبات مكعبات واحمرها وفجاه احطها في الشربات او احطها في نوتيلا او سكر باودر، طعمها احلى من الزلابيه. يعني انت تخيلي بقى ان انت بتعملي كل حاجه كل حاجه بالتوست. قولي لنا بس ممكن تقولي الصنف اللي انت هتعملي ايه؟ ده حلو قوي. انا بعمل بقى الساندوتش مقلي بالتوست. ازاي بقى؟ أوكي. انا بجيب اتنين بالنشابه برضو بشدهم قوي. خلي بالك السكينه. اوكي. بشدهم قوي بالنشابه كده واروح بقى ما افصلهمش عن بعض. زي ما هم كده. زي سوري بحطهم في البيت زي ما هم كده. اوكي. وبحطهم في البيت. انا عاجبني ان انت عامله وجبه كامله، يعني انت العيش وبيض وبقسماط، يعني دي وجبه كامله للاطفال. مش بس كده للاطفال، احنا ممكن نتعشى مع بعض. انت بتحبي حاجه معينه؟ ما تاخدش خلاص عشان مش لازم نقلي. يعني دلوقتي بصوا بقى احنا خلاص دلوقتي حطيناهم مع بعض. أوكي. البيض والبقسماط تمام حلو. لما نيجي نقليهم لا يمكن ينفصلوا عن بعض. اوكي حلو. بس كل اللي الشكل اللي بيطلع بقى
بتاعي بيطلع ازاي؟ انا هقوله لكم بقى ايه بيطلع ازاي. بيطلع كده بالظبط. بس انت حاشيه. انا هقول لك ازاي. هو التوستايه كده بتطلع كده. فانا بعمل ايه؟ بقسمها نصين وابتدي افتح كده تبقى عامل زي الساندوتش. بحط جواه اي حاجه بارده. عامله تونه. عامله تونه بالذره بالمايونيز، ممكن لو بتحبي البصل معاه بيدي برده نكهه حلوه قوي. وبروح حاشيها كده. تمام. ده اسمه بوكيت. هاتي هاتي الطبق ده. هاتيه عندنا بقى. مش مشكله، ما في محشي وفي احنا ايه مش فايته النهارده. صباحنا مش فايته النهارده بالتوست بتاعك ده. طب احنا دلوقتي ما خلصناش. انا دلوقتي وريتكم ثلاث حاجات بالتوست للقلي. يعني عايزه اوريكم بقى حاجتين بالتوست برده بس بندخلهم الفرن. اوكي. برده وجبه غذائيه كامله. النهارده ممكن تعملي دي يا رشا؟ اوكي. اعملي اللي انت بتعمليه يا رب. بصي خلي بالك اسماء في المطبخ ما عندهاش وقت. حياتها لا. حياتها لا 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 مش عايزه دي واحده بس حياتها انعكاس لحياتها في المطبخ او اضعاف المطبخ انعكاس لحياتها. انا خلي دي بس هقول لكم هنعمل فيها ايه. بدي احط نفس الفرن بس مش هتتحط للبيت. اوكي. سوري. طب ممكن بس انت بقى تساعديني حطي بقى الاول فلفل هنا. حطي فلفل هنا حبه فلفل صغيرين جدا جواها. اوكي. تمام. حطي حب كفايه. بصي بتستعجلك ازاي. حطي الفلفل. حطي الفلفل صح. حطي البيض. حطي يعني مش عايزه تعبها بس هي تعبان يعني انا عايزه. تمام. احنا بقى هتحطي هتعملي البيضه. البيضه اهي على فكره. حطها لي بقى في النص. لا بس يعني البيض اصعب من كده يعني. حطها في النص بريك مصر. لو عايزه العيال كلمها وهي في المطبخ كويس ان السكينه بعيده عنها. لا والله دي هادي قوي. انا عارفاها مع الولاد ومش مصدقه ما شاء الله عليك. على فكره رشا جارتي وانا بسمع صوتها هي ما بتسمعش صوتها. يعني بقول عايزه اقول رشا الموضوع مش مستاهل. على فكره انا حطيت ملح ويعني ظريف قوي لو انا حطيت بشره رومي بس مش شرط. هي دي ده الصنف الثاني بتاعي. أوكي. انا احط بيض معايا طماطم وفلفل جوه التوستايه. بزقه في الفرن. بس قبل ما ازقه في الفرن عايزه اوريكم دي. انا مع احترامي لحضرتك وحضرتك عملت عجينه بيتزا تحفه وكل حاجه. انا مثلا مش بروفيشنال في البيتزا ابدا ابدا ولا بعمل عجينه البيتزا. عملت ايه بقى؟ ده على فكره شكل البيض. ده شكل البيض. بحط زعتر وبحط ملكه التوست. شفتي فعلا تستحق فيها. ما شفتيش لسه حاجه. ده طيب. خلاص كده ده معلش ده كانه ده. اما هيخرج اما يخش الفرن هيخرج كده. هيطلع ده. تمام. برضه حاجه معايا. انا بقى ما عنديش وقت اعمل ده. ولادي بيحبوا البيتزا جدا. فاعمل ايه؟ اروح جايبه توستايه واروح جايبه بس في الارضيه كده. نشيل دول بس يا رشا عايزين الارضيه بتاعتها كده. اي جبنه. اي صوص جبنه كده. لا ما بترميش حاجه. كل حاجه بتشتغل. لا خالص بقول لك مش هنرمي اي حاجه. حلوه قوي موفره. بس بس ما فيش ممكن اسالك ده هيبقى صريح. ممكن نعم. بتخلصي كام رول توست في اليوم؟ لا ما شاء الله ما شاء الله بجد ما شاء الله. لا بجد كتير. ممكن الصوص الاحمر ده بتاع خلاص احنا غايبين بعد كده. لا احنا لازم نبلغ مصانع التوست تورط عليك. ده يا مستر مجدي صوص كده حلو قوي فرنساوي كده في ميكس كل حاجه. في زعتر في طماطم في كل حاجه. ولادي بيحبوه قوي مع اسمع. ده هيخش الفرن صح؟ ده هيخش الفرن. طيب احنا على ما اسمع دخل التوست ده الفرن احنا هنطلع فاصل دلوقتي. واما هنرجع من الفاصل نشوف التوست ده خرج شكله ايه. اسمع عملت لنا العيب واشكال والوان من التوست. ممكن بتوست واحد ممكن تعملي ساندوتش ممل او تعملي الاشكال الجميله دي لاولادك. فاصل ونرجع تاني بهدوء. فعلا بهدوء.